هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية بآخر أخبار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم، ومنتخب أوروغواي ودع منافسات النسخة الحالية من مونديال رغم أنه حقق الفوز على المنتخب الغاني بنتيجة 2-0 في المواجهة الحاسمة اللي اتلعبت بينهم امبارح. وبالنتيجة دي ودعت غانا كأس العالم من دور المجموعات، وكمان كان معها أوروغواي. جيو روجيان نجم منتخب أوروغواي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده مع منتخب الغاني بعدما قاد أوروغواي للفوز وسجل هدفين في غانا في الدقائق 26 و 32 من المباراة. نجوم منتخب أوروغواي وأولهم النجم المخضرم لويس سواريز دخلوا في نوبة بكاء بعدما تأكدوا من أن فوز منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال ووضعهم لمنافسات النسخة الحالية من المونديال رغم فوزهم على غانا. تأهل منتخب كوريا الجنوبية لدور 16 من كأس العالم 2022 في قطر، ده بعد فوزه على منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب المدينة التعليمية، ده ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في مرحلة مجموعات البطولة. وجي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وقدر ان هو يتفوق بفارق الاهداف المسجله على منتخب اوروغواي اللي تساوى معاه في عدد النقاط، وتصدر البرتغال المجموعه برصيد 6 نقاط. النجم البرتغالي رونالدو قال انه مش راضي عن الهزيمه اللي تلقاها منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبيه بنتيجه 2-1، وقال خلال تصريحاته بعد المباراة: لازم نكون أكثر حماسة، لكن على الرغم من كل اللي حصل إحنا جاهزين للمباراة اللي جاية في دور 16، وفي نفس الوقت إحنا حققنا الصدارة في المجموعة والمباراة كانت متعادلة ومتكافئة. نجح منتخب الكاميرون في تحقيق فوز تاريخي على المنتخب البرازيلي بنتيجة 1-0 خلال المواجهة القوية اللي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيلا، وده ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم. وبالنتيجة دي بيتأهل المنتخب البرازيلي كمتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط مع المنتخب السويسري كتاني للمجموعة برصيد 6 نقاط، وأيضا المنتخب الكاميروني في المركز الثالث وبيودع منافسات البطولة بشكل رسمي. بعد فوز المنتخب الكاميروني على البرازيل خرجت شبكة أوبتا لإحصائيات كرة القدم وأكدت أن منتخب الكاميرون أصبح أول منتخب إفريقي بيحقق الفوز على البرازيل في تاريخ المونديال. ديفيز إيباسي حارس مرمى منتخب الكاميرون حاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل واللي انتهت بفوز الأسود بنتيجة 1-0، ودافع حارس مرمى منتخب الكاميرون عن مرماه بطريقة رائعة وقدر يتصدى لأكثر من تسديدة من لاعبي منتخب السيليساو. صعد منتخب سويسرا إلى دور 16 في كأس العالم 2022، ده بعد فوزه على نظيره الصربي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب 974 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة في البطولة. جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا وفريق أرسنال الإنجليزي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة صربيا، وده بعد أدائه القوي أثناء أحداث المباراة. جرهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا أكد أن مواجهة الأرجنتين في دور 16 في كأس العالم هتكون قوية، ووضح أن المنتخب الأسترالي بيسعى لإسعاد جماهيره، وقال كمان على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: متحمسين جدا لمواجهة الأرجنتين وعايزين شعبنا يكون فخور بينا، وأتمنى نكون في أفضل حالتنا. لينيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أكد أن مواجهة أستراليا في دور 16 بكأس العالم مواجهة صعبة مش ممكن نستهين بها، وقال كمان سكالوني على هامش المؤتمر الصحفي: أستراليا منتخب محترم وفريق جيد، كرة القدم 11 ضد 11، عايزين نقدم أفضل حاجة عندنا، إحنا قدام منتخب رائع لازم نحترمهم ونلعب بدون أي غرور. وبكده انتهت جولتنا الرياضية وأخبارنا عن كأس العالم، وهنرجع مرة تانية لبسنت ومحمد علشان نكمل معاكم الفقرة الرياضية. شكرا ليك يا دين.